انت يا عزيز مرشد، انت تحب لعبة ماينكرافت وتعشقها، تحب تتفرج على شكون يهبطها وتستمتع بها. تتفكر لي انت عندك يوتيوبر مفضل، تدخل قناته ما شاء الله، يعني تلقى فيديوهات ممتعة وسمحة وكل شيء، اما تلقى فيديو ماينكرافت تقول علاش ما ندخلش نتفرج عليه ونار الفيديو. تدخل تلقى اوه هنا قبل 9 شهور كاملة، وبلي هاليوتيوبر خلنا نرى وش غادي يعمل في حياته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم جاكم في فيديو. لحظة شبير راسو كبير هكا. جديد وحلقة جديدة في لعبة سامر كرافت الحلقة العاشرة. الحلقة الأخيرة. تتكلم. لحظة شبيه صاحب هكا بليد. الحلقة الأخيرة. إيه أجواء ياسر حزينة ودنيا بلي خفق علي من الفيديو، خل نخرج لنا شحال حاجة أخرى. الموسم الأول. قديم الفازة وبليدة. ليش يعمل فرق؟ شبيك شخ هكا هذا؟ الموسم الأول. سامر كيف مش يكون سيزونات كام في السامر؟ أكيد سيزونات كام في السامر، مش تعرف كده. لحظة، مش كأنه السامر جاء، مش كأنه سلسلة سامر كرافت الجزء الثاني مش تجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم جاكم في فيديو جديد وفي حلقة جديدة في لعبة ماينكرافت بعد غياب عام كامل. وللأسف الشديد المرة هذه مش باش يكون معنا محمد بسبب الباك والأمور التافهة نتاعو. اسكون التافه. انتي من هو التافه؟ انتي يرحم بايك. المهم عندنا اليوم في سامر كرافت و باقنا ليها الباك. والمهم شكون قال لك تحكي؟ شكون قال لك تحكي؟ سامحني، انا تو نخرج من السيرفر، تو دخلت وخرجت مريكم مش لازم. لا كيما قال لك انا احكي. احكي. يا الله وناس الكل، افتقدتكم كثيرا، والله غالب السيد هذا كان يهبط في ياسر جي تي ا، الله غالب انا دخلت هنا باش هبطت. يكذب، انا بعث الميساج. شنو؟ شكون بعث الاول؟ شكون بعث لك قال لك عايش ماينكرافت؟ والله المفيد عندنا سامر كرافت الجزء الثاني. كما تشوفوا هوني في القائمة متاع اسكت، القائمة متاع السيرفرات هذوما، عندك سامر كرافت الجزء الاول هذي متاع عمناو اللي حصر. ايه ايامات شكرا حصر. كيفاش بدينا؟ كيفاش كملنا؟ اذاك علاش عملنا سامر كرافت 2 مع التصوير هذي بتاع ستيف؟ عرفتوا منعرفش علاش على زوز سيوفه في الرقبه، ما المهم تسالش. اذاك انت بالشكل عطيك زوز سيوفه نقتلك. عايشك يا حمبيك. صحيح بري. 1 2 3 اول مره ندخل بطبيعه الحال. ايوه، ويعني الفكره جديده كونها ماينكرافت تحديث جديد. واهلا بالتحديث الجديد به ثملات في التصفيق. احلى تحديث جديد. بلحظة خلي البي سي يستوعب خاطر تم لاك ذا ولا فرج به بداية به رسبنا في بايو متاع ثلج ولقينا فيلج. هذا سريري، بس سمحونا كان ثم شوية لاك في التصوير ما يتحدنا الصراحة. كم من المفروضة في فتط حما، انت تعرف عليه حاجه اذا التحديث؟ لا صدقني، لا تعرف عليك واش هذا حاجه. الله ده المفيد بالتحديث هذا 1.20 عمناول هبطنا 1.19 وقت دوبلي ما هبط. كيف بقاو عام كامل باش يجيبوا ابديت جديده اللي هي 1.20. زادوا فيها يا محمد جديد، زادوا فيها بايم، زادوا فيها بايم اللي نعرفوا بايم و واحد جديد، مو بجديد هيك البايم اللي باش نسكنوا فيه من غير ما نشاورك زادا، وكان عجبك على خاطر باش نجربوا حوايج جديدة. بس انا ملا حسنا ساعة لحظة خلنا نعمل فاز على حاجة بايم جديد وشنو اخر؟
برشا زادوا موابات، زادوا سنيفر، وزادوا جمل، زادوا ادوات جديده ودروع جديده، برشا حوايج باش نتعرفوا عليهم بالكعبه. بالكعبه اش قال حمو؟ صحيح سنذكر رايك مليك. لما تشي لوح؟ لا أنا مش لمت. بدأ اللي لي اسمعني اسمعني. وي وي اوي اغزل اغزل اه العادش كل كلمة كل مرة اول حاجة خلنا نقف الساعة وفرد مرة نقوله شني شني اهدافنا تلعب ومش كما عملي ولا ونقوله تو نعملو تو نعملو تو نعملو ما عملنا شي نعملو ليت ما عملنا شي نو عشرة حلقة تكون زي ما عملنا شي دونك شني شني اهدافنا مرة اخر عطينا هدف بسيط على الاقل باش 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 نقدو الكل. ايه نفس هدف عملي ولا هدف عملي وقلنا كل شيء عملي وجينا قلنا وحنا عملنا كل شيء وحنا عملنا كل شيء ما عملناش كل شيء ملا مثلا ما برشا حاجات ما عملناهمش مثلا هام حاجات ما عملناهمش مثلا مثلا عملنا جود اوف وار لا عملنا جود اوف وار لا عملنا ارم لا انا ايه عملنا ايرون فارم تصلحها لا ايرون فارم يمكن تصلحها هيك تصلحها ايرون فارم انا هيك تسميها فيلجرز محبوس ايه ماشي ايرون فارم مادام ايرون فارم ما تجيبليش 10 ما يقلش من 600 كعبه ايرون في الساعه ما تسميهاش ايرون فارم. ايش لازمنا نعملوا حلقه اول حلقه؟ تحب ما قلت على اساس باش نرجعوا البلد نتاعنا باش نقعد ندوروا ماشي بي مرة نلوج على بابا بلاي استنى لحظة خاطر انا ما كتعش نموت على صبروس لا 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 ليه صبروس خلنا نستعملوا شجار جديدة يا ودي ماني نحب نعمل ميكس اي بعد بعد اي ودي بعد بعد لا نحب عربة عندك شي عندك على قلع اي يا ودي يا ودي بعد بعد اي خلني شي سحرك تعرف سخطني سخطني يا لطيف لا القوة وين لي سخطك من شبراني لا مكش برهاني طيب طيب ليش صغيرة قال لي مكش برهاني بأسمع يا حما إيجا لو أنت إحساسك إيجا إيجا وين نجي يا دي نطلع فوق هي شوف أنا إحساسي منا منا لا مش كعب الوينة خطر منا يس دجا مش دونك نمشي في الجهة الأخرى نشوف الطيارة المعاكس خير لا ما دام أنت قلت حاجة نمشي عكسها برا برا قالها راجل هي برا برا ملا ملا مشي مر كابر انا لحسابك انت ده براس ليش تتكابر ليش تفهم منه انت ده براس كبير بر والله كأنه بحر قدامنا وشي مش كأنه بحر بحر جديد حما نحب ميكرا معاش نجم نجري عنديش والله سمعت وحس ميكرا لا اخوي خطي اوه بلاي باش باش نجيك انا هكا عيش 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 لنا تو نقسم ولا ما عادش نجم تجري استنى بس اركب اركب برا اي صح زيكزاك ليش قالك في السياقة والله جات قد قد تعرف السياقة منحرفة السياقة منحرفة هيا تكلم ماذا لي عندي؟ بقية زراعة قرب الميزيريا رسكو عندك انت قيتو اي امانك اخذت من عندك لقيتك فقري اي مهم انت فقري مهم انت فقري انت ما اخذت من عندي لا لا برا عدك ضيعته ويك تفير امشة عيني ضيع وين امشي؟ لحظة خلنا نجمع خلنا نجمع شكستو وليش؟ انا لك يا ولدي يهديك مش لازم ما بيكاكس بيكاكس خشبك علوش اما اذا مش علو فيليجو او لا ايش اسمه؟ لا لا فيلجرز
مش سميك الكائن مش سميك الكائن الأزرق. سيري عبارة نخاطر شوية مرة قلنتي هاي أصلا احنا معلمين. فهم لك اصلا البيلجرز مسلمي. انا ملقلك يا لطيف. حقا مش عندهم هما كاتشستويت مقحفوهم ورا ها وانا يظهرلي مش مخل... مش السيرفر قال لي مثلا مش تكحيف اذا هذا ظهر لي عليش هو حب خليني حاجه جديده ثم حاجه جديده حما خذيت حاجه جديده اللي هي البليت سوى بليته لا 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 الزحف لا 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 قاعد مات انا ربي. انا مت ايه تحب لك ترجع تو بمن نحب نهبط وما عينيش باش نهبط كيفاش نهبط 2000 years later امشي 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 الباب تنذر امشي ايجي ايجي ويني 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 طبعا يا يا دي انا ما عاش نجم نجري انا اللي ما عاش نجم نجري باني تانا وهي اللي تلاتة قلوب حتى الميك لو فات اللي لازم نطبخها ايجي ايجي طريق الامور اللي نجي مش نرجع هكاك ما ثماش بلاصة اخرى ولا وراك وراك كريبر وراك وراك تا انا دهز عندي انا دزيت ما دزيتش انتي دزيت عندي لا ما دزيتش و تكازش تكذب ايه انا نكذب استغفر الله راضي مصلي راني شبيه تو برا تو شي وصلني انا تو توصل توصل ابيت ان موت معك او كريبر يا دي لا والله ثم كريبر بصح ايه ما تنسوش عندي انا قتلي مريقل انا ديجا شفته في بالي بيه دي مش دزيتو انتي دزيتو انتي ضربتو يا اخي دزيتو دي سفته هو كده دزيتو زعلينا دي هو هو وانتي على الاقل مشيلد دي عجيز حتى هلمت الهلمت الايرون وال وال دزيتو مزدع ملا نسحقهم اكثر منك كيف ما تموتنيش انتي والويفي تحرف انت صورني اي صح كل ويفي دزتك مش انا هاي ها في بالي وهي راك رزين ياسر امشي انا لا راك دزني بالك يقول لي تمشي يمشي يمشي تمشي يمشي يمشي اوه فيليج لحظة صحراوية لا ما هي صحراوية اوي 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 يا حسن ايجا واساب يموت من بعد بعد عليه تقتلوش هذيك ربي عليه بقى اعطيني سبب 0.01 واحد ولا ادري قداش باش باش تقلب كفر عم بيك لا انت واش باش تعمل هاي باش تربيها خليك لا ايوا خليك شكون باش يخبيها زح مين تخبيه بالله حبيت نسميه سعدون 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 عليه صح اسمع تذكر وقتك في المدينة احنا السيزون اللي فات والله تشبه هذا البلاصة تعرف هيك سخنة فارهة تشغلها ياسر قنوشو قنوشو عم نالو عاد من ايدو وسيقة نهار عاد ميلادي نسيو هذا انا بس عاد ميلادي نرقدو برا رقد تحب ترقد رقد تحب تقعد فيها قعد هيك كبليد باه مريك اني سكت اني سكت المفيد اي برا الله غالب للاسف ما قدش يجيك ايه دي انتي باش تمونتاجي بعد انتي باش تمونتاجي نزيد شوية المفيد اخي سكت هاتيك الهلمت وصبت اسمع هاتيك الهلمت وصبت ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو هاتيك الهلمت وصبت كانت هذه اول حلقة لينا في سامر كرافت ايه الهلمت وصبت ممكن تكون مصطة شوية مجيز دي بالبداية هكا ان شاء الله بالوقت بالمفيد بالوقت بالوقت الهلمت وصبت خلف الكواليس باش خلف الكواليس باش نلعب زادة باش نلوجه مش لازم خلف الكواليس هو مش يعمل انا الو تفضل
نجمو نختمو نجمو الخط ما اكبر من فيديو. رجعني الحلمة تصبع. ما رجعش. الحلمة تبدأ. ما رجعش. مشني خاتم يلا بلا خير. بلا خير تون نختم وحدي. مش لازم يلا. انسك بسامر كرافت. شني؟ انسك بسامر كرافت. الله يونسك. عايشك. يلا باي. باي. هدوء. الو بيمشي بقول عليه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. الحلقه الاولى كانت نص شويه ما عادي تو نطوروا تنقاو البايم خلف الكواليس وكا. ويلا شنو هذا ويلا جود باي.